طبعا أسيل يعني مغرمة بأكلك أول شيء. حبيبتي شوف مريم قولينا أول شيء هذه السلطة سلطة إيش؟ سلطة بالشيري توميتو مع الأناناس. صارت السفرة جاهزة يا حبيبتي يا مريم. تسلم لي ايدك ويعطيكي الف عافية يا عمري انت. شكرا شكرا كثير. صحة ونعافية. الخضار اكيد عارفينه. اي طبعا مين ما بيعرف هاي شربة الحريرة. كله راح على الثقيل ها؟ هذا بكرة بكرة نفطر فيها. هذه الباستيلا أحلى باستيلا تعملها مريم ما شاء الله عليها. بجنن ما شاء الله أكلها كثير طيب. يس عشان كذا أنا ما دخلت المطبخ وراها أبداً. قلت لها اليوم أكلينا على ذوقك. أكيد. أحلى أقدر أوصل لكم بس الريحة ما شاء الله ما شاء الله. وهي باستيلا سنة. تسلمي تسلمي تسلمي. بيض الله وجهك يا حبيبتي. الله يسلمك. تستاهلين. الله يخليك. تستاهلي الخير.